مشكلة يعني الآن بين الرئيس وبين نائب الرئيس، يعني حتى نتحدث عن ثنائية متناقضة أم ماذا؟ لا توجد مشكلة، لا توجد مشكلة. نحن إذا تحدثنا عن مجمل الأشياء في السودان نقول أنها تسير في الاتجاه الصحيح، سواء كان الحملات الانتخابية في شمال السودان تسير سيرا صحيحا، كل المرشحين متاحة لهم الفرصة، يجتمعون، يخاطبون، يسهرون في الإعلام، نعم. وهكذا في جنوب السودان كذلك المرشحين تتاح لهم الفرصة للتجمع للتحرك وهكذا، نعم. ولكن بتظل بعض الأصوات لأن المسألة فيها كما قلت تجاذبات، يعني بعض الأصوات من داخل حزب المؤتمر الوطني تتحدث عن بعض المضايقات في جنوب السودان، مضايقات لا تخل بجملة العملية، وكذلك بعض من ينتمون للحركة الشعبية كالأخ ماثيو يتحدثون عن مضايقات لبعض المرشحين، يعني المهم ان لا تنسحب على كل السودان، هذه المضايقات لا تنسحب ولا تؤثر ولا كذا. وانا بعتقد ان التدافع السياسي عادي في سخونه المعركه الانتخابيه والجذب، نعم. التجاذب السياسي والتدافع السياسي على كل حال، يعني اذا كنا نتحدث عن موقف المعارضه التي لم تحدد موقفا، وقلنا في البدايه انها ربما اميل للمقاطعه، هناك شخصيتان معروفتان وبارزتان، الصادق المهدي وحسن الترابي، يبدو انهما في يعني في طريقهما للترشح وأعلنا عن ذلك على كل حال، وإن كان لكل واحد منهما وجهة نظره. أنا سأسألك عن هذه النقطة سعد السفير، لكن قبل إلا إذا كان لديك تعليق على هذه النقطة. صادق المهدي مرشح بنفسه لرئاسة الجمهورية، هو واحد من المرشحين، هو يقول 50% من النزاهة تكفي حتى نخوض الانتخابات. والله النزاهة أنا بعتقد نصيب كبير جدا في هذه الانتخابات، أنا أتمنى الانتخابات كلها نزيهة، نعم. لأنه لا توجد أي أسباب تجعل المؤتمر الوطني يقوم بعملية تزوير، لا توجد، حتى لو أراد المؤتمر الوطني أن يقوم بعملية تزوير ولم تكن له الأخلاق والالتزام القانوني بإجراء انتخابات نزيهة، لا يوجد مجال لكي يقوم بهذه العملية، لأن هنالك مراقبين، نعم. دوليين، وهنالك مراقبين محليين، وهنالك وكلاء للمرشحين، عملية مكشوفة، عملية يشهد العالم كله، يشهد السودان كله، الشعب السوداني كله متحمس لخوضة وللمشاركة فيها، لا أعتقد أنه يوجد مجال لتزوير. أقول هل حتى حسن ترابي له وجهة نظر تقريبا مرتبطة بموضوع إذا كان هناك من تجاوزات من تزوير إلى آخره، هو يعتقد ترشحه للرئاسي يمكن أن يثبت. حسن ترابي غير مرشح للرئاسة، إنما من حزبه هنالك شخص آخر، نعم. مرشح للرئاسة اللي هو عبد الله دينيال، نعم. اسمح لي الآن أتحول إلى دمشق، انضم إلينا أبو اسكندر السوداني المحلل السياسي. السلام عليكم سيد السوداني، واسمح لي أبدأ أيضا من رسم الخارطة، خارطة الانتخابات في السودان قبل الوصول إليها. هل تعتقد فعلا السلام. أهلا وسهلا. هل تعتقد هناك تجاذبات، هناك تداعيات قد تحصل نتيجة هذه الانتخابات إذا ما حصلت أو إذا تم مقاطعتها؟ تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. علينا أن نتعرف على معطيات البيئة السياسية الداخلية في السودان التي تتم ضمنها مفاعيل علاقات التعاون وعلاقات الصراع بين القوى السياسية والفاعلين السياسيين. أولا، صيغة اتفاقية السلام تقوم على أساس اعتبارات مبدأ البالانس أوف أجريمنت، أي توازن الاتفاق، بمعنى توازن الواجبات وتوازن الحقوق. حتى قبل بضعة أشهر وتحديدا ضمن آخر تقرير للجنة الدولية الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، كتبت رسميا إلى الأمم المتحدة وإلى الإيجاد وإلى غيرهم بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان نفذت حوالي 25% من التزاماتها في الاتفاقية، وأن الحكومة السودانية نفذت ما يقرب من 80%. إذن هناك تقصير في توازن المصالح كما صاغته الاتفاقية. نأتي الآن إلى مسألة التأجيل وما شابه ذلك. من الواضح تماما أن المعارضة السياسية الشمالية تحديدا غير مستعدة لخوض هذه المعركة الانتخابية، وبالتالي فهي تعاني من الكثير من جوانب القصور والضعف. ونلاحظ أن هل ما يوجد هو أسباب لتأجيل الانتخابات أم توجد حملة ذرائع؟ الموجود هو ليس أسباب، لأن هناك انزلاق دائم، كل مرة يطرح سبب
ثم يتغير إلى سبب آخر ثم يتغير إلى سبب آخر. نعم. قالوا بأن المفاوضات دارفور هي لمصلحة السودان وما تجلبه من سلام، وبالتالي يجب تأجيل الانتخابات، ثم لجوا إلى التزوير. إذن هناك انزلاق دائم من سبب لسبب، بالتالي نحن أمام حملة بناء ذرايع من أجل الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات لهدف غير معلن، هو إتاحة الفرصة لهذه القوى السياسية المعارضة لكي ترتب أوضاعها لخوض الانتخابات. طيب. هناك أتفي منك بهذه الرؤية أبو اسكندر السوداني، سأعود إليك، لكن اسمح لي أعطي مجالا لسفير السودان في لبنان حتى نتابع معه ما يرتبط بأجواء الانتخابات التي تتحدث عنها. سعد السفير، أعود إلى مؤسسة الرئاسة. هل مؤسسة الرئاسة هي كما قيل يعني في اجتماعات متواصلة لبحث أزمة الانتخابات؟ هل نحن أمام أزمة انتخابات أم أن هذا الأمر لا يستدعي هذه الاجتماعات المتواصلة، ردا على ربما اجتماعات المعارضة المتواصلة؟ أنا لا أعتقد أن هنالك أزمة وهنالك إشكالية يمكن نتحدث عنها ونسميها بأزمة. هنالك تجاذبات صحيح كما قلنا، وهذه مسألة طبيعية. مؤسسة الرئاسة طبعا مؤسسة دورية الاجتماع، يعني تجتمع وتناقش كل المسائل السياسية، سواء كانت متعلقة باتفاقية السلام والمتعلقة ب مفاوضات دارفور والمتعلقة بالانتخابات. الآن مطلوب منها كما هو واضح أن تجتمع في الأيام القادمة، كان يمكن أن تجتمع بالأمس ولكن أجل الاجتماع لأنه نائب الرئيس الأول كان في الجنوب سفكير، وهي طبعا متكونة من 3 أعضاء، رئيس ونائب الأول ونائب الرئيس. أعتقد أنه يمكن أن تجتمع المعارضة وترى انه يعني ماذا يمكن ان يتم من معالجات وماذا يمكن ان يتخذ من مواقف بصددها. طبعا هذه العريضة التي رفعتها الأحزاب المعارضة للمفوضية، نعم، ردت عليها المفوضية، ردت المفوضية فيما يليها من امور بصورة واضحة جدا وبصورة مقنعة جدا، وقالت انه سوف تسير هي يعني في نهاية المطاف بإجراء الانتخابات في مواعيده وفق الجداول المعلنة، لأن هذه العريضة فيها كثير من الأشياء المسارة لا تقع ضمن اختصاصات المفوضية، تشكيل حكومة قومية أو إعادة النظر في المفوضية نفسها وما إليها من أمور ليست من اختصاصاتها. أما فيما يتعلق بالعملية الانتخابية نفسها، أي نقطة تحدث عنها المعترضون أو القوى المعارضة ردت عليها. طيب. افتكر بالنسبة لمرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان، والتي طبعا ذكره قبل أن يغادرنا من الخرطوم يام ماثيو شول، مرشح الحركة يعتبر المناخ الحالي لا يبشر بنزاهة الانتخابات. طبعا هو موقف من منطلق معارض، خصوصا لجهة ما ذكر عن يعني قانون الحريات، عن إمكان حصول تزوير إلى آخره. هل نحن أمام مرشح جدي للرئاسة سعد السفير؟ طبعا أنا لا أعتقد أنه هنالك مشروع جدي إذا جينا للتحليل السياسي. نعم. دائما أي حركة أو أي حزب إذا أراد أن يخوض معركة حقيقية يخوض بواسطة رئيس الحزب، لا يخوض بعضو. أصدق النمهدي نفسه قال، نعم، هذا القول، قال أنه أي حزب يرشح غير رأسه الأول هذا يعني أن الحزب ليس جاد بشأن العملية الانتخابية. وقد يكون هنالك شيء من المنطق في هذا، وقد لا تكون قاعدة هذه المسألة، هذه ليست قاعدة، ولكن الحزب دائما الحزب ينبغي أن يخوض المعركة بكل ما يمتلك من قوة وبعنصر أساسي فيه. لا يمكن يعني أن تخوض المعركة الانتخابية بعنصر ثاني أو ثالث أو رابع. يعني ياسر أرمان ما احترام الشديد له، هو ليس رئيس الحركة الشعبية، معروف أن الحركة الشعبية رئيسة سلفكير، نعم، ولو أرادت الحركة الشعبية أن تخوض انتخابات جادة وهي فضلت أن تخوض انتخابات في الجنوب بواسطة سلفكير، يعني الجنوب، نعم، لأنه مهم.